ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلاد الرؤي. اليوم مباراتنا بين بلبل براثن النصر، بلبل الدوران اليساري للاعب فريد من نوع القدرة على الاحتمال، ضد تطور براثن التيربو مع تقنية السلينك شوك. اكيد راح نحطها بالنزال ونعكس القطع، وعندنا براثن النصر على ريموت كنترول اكيد عشان نقدر نعكس القطع مع لير ودرايفرات الهازبرو. الجولة الاولى، براثن النصر والتيربو، البلبل ضد تطوره. اوكي، ضربات متطرفة من الجنب، براثن التيربو هو بدور حلو فيه انه ببين اجنحته السكنية والكحلية وهيك. اوكي، الجولة الاولى 1-0 لبراثن النصر. براثن النصر ودرايفر ناثينج، براثن التيربو. اوكي هلا في ضربات، ان شاء الله يصير في بيرس بهالجولة. طبعا اذا بتحب براثن النصر انزل بسرعة وحط لايك على هالفيديو. اوكي ممكن يكون في كليك صارت، اثنين نفس الاتجاه. اوكي في خطة، شوف اكمل كليك. اوكي ولا كليك لبراثن النصر، براثن التيربو تقريبا 1 كليك. اوكي خلاص انتهى وقت المزاح، براثن النصر وبراثن التيربو. اوكي نزلوا فوق بعض سريع، حمست طلعت التيربو. اوكي ضربات متتالية، شوف اذا بدكم نقدر ما نحسب هالجولة لانه شوي خبط فوق وبيرس فينيش. اوكي يلا في بيرس. اوكي قطع المتحركة في اللير، براثن التيربو اكيد عم تعمل تنطعج لجوا، او نحطه وضعية السلينك شوك كمان شوي عشان كثير مجنون. وشكله براثن النصر عم بحقق نقاط اكثر من براثن التيربو. براثن النصر، براثن التيربو. اوكي صدمات خفيفة. اوكي براثن النصر عم بحقق فوز مفاجئ. اوكي نطلع براثن التيربو بقوة، 3-2 ليت تريب. براثن النصر. اوكي هالجولة فيها بيرس، لا تحكوا لي. يلا حد يفكك الثاني. اوكي لا والفائز هو براثن النصر لهلا. براثن النصر انطلق بقوة، تيربو. كمان شوي رح نفعل وضعية السلينك شوت، فبراثن النصر لا تكيف على حالك. اوكي خلاص اذا فاز براثن النصر، الفائز هو براثن النصر، رح نحط وضعية السلينك شوك الخارقة اللي رح تزت براثن النصر من الشباك. ترى انا بحب البلبلين يعني، بس عم بحكي لكم. اوكي بهالجولة ممكن صار تعادل. اوكي حان وقت نحط وضعية السلينك شوك. طبعا اللي ما بيعرف درايفر ناثينج، سوري درايفر براثن التيربو نسيت شو اسمه، فيه مثل الناثينج، فيه زمبراك بس بكون اخف شوي من، اخف من تبع ناثينج، فانا يلا نحطه بوضعية السلينك شوك. اوكي نرفع وهلا هيك بنلفه بطريقة عشوائية عشان ما يرجع ينكبس. اوكي هلا صار فيه مثل ناثينج. اوكي هلا رجع بالوضعية العادية، عشان هيك انا بدي الفه يصير بطريقة. اوكي ان شاء الله يضل بالوضعية السلينك شوك. اوكي شوفوا فرق الطول، هلا رح يصير في دمار جوال حلبة. براثن النصر حضر حالك التيربو. اوكي سحبته انا شوي خفيف على اساس انه ما يطلع مجنون ويطلع خارج حلبة مثل شجاع التيربو، بس لا اظن هاي قاعدته احسن، هاي مسيطرة شوي على بتضل جوال حلبة. هلا رح بلش الجد، 3-2 ليت ستيب لينك شوت. اوكي بقف على هجماته. اوكي ضيع كل طاقته براثن النصر. اوكي ما توقعت هذا الاشي يصير. اوكي براثن النصر ارجع لينك شوك. اوكي
اوكي تنشر تعملي مفعوله. ايوه انشر اوكي. خارج الحلبة لحالها ثلاثة من التيربو. شكرا لك. اوه لسه ما ضرب الحلبة طلع لحاله. ثلاثة من التيربو. اهجم ايوه اهجم اهجم في بيرس. يلا بدنا بيرس بدنا بيرس. رح يصير في بيرس ان شاء الله. بتوقع براثن تيربو رح يخسر لانه صار في بيرس باخر ثانية. بس طبعا براثن النصر اخذ النقطتين او حتى ما اخذهم لانه بس وقف هذا انفجر. شوفوا النزال هلا عبارة عن قوة سلوبس واسنان. واخر جولة اخر جولة وكأنه براثن التيربو حول من وضعية السلينك شوت ورجع بالوضعية العادية عشان نعكس القطع مع براثن ريموت كنترول. اوكي رح نحتاج اللاير تبعت هازبرو براثن النصر و اخر محاولة للسلينك شوت ورجع بالقطع الاحتمال. انزل لو سمحت. يلا سلينك شوت خلاص. هلا عن جد رح نعكس القطع لانه ما في امل. زي ما حكيت لكم النزال عم بيعتمد قوته على الاسنان فانه اسنان براثن النصر اقوى شوي من براثن التيربو. بس ضد بلابل دوران يمين متوقع يصير اشياء ثانيه. النزال مختلف نتيجته. هون عندنا الخلطه الاولى لاير براثن النصر مع قطع براثن التيربو من تحت. وكمان شوي راح نحط لاير الهازبرو. اوكي بدي اعمل شغله خطيره ما بنصح حد يعملها. الدرايفر تكارتمي على لاير هازبرو. الله يستر. لحظه اوكي اوكي شوفوا مراتي ما بتخرب انه مثلا اوكي اول شيء كان تركب هلا بطلت تركب. اوكي هلا ركبت ملف لهذا الاتجاه. اوكي بس يابسه على فكره. مرات اذا اللاير هيك سلابس ضعاف بزبط يركب الواحد. بس ما بنصح حد يعمل هالحركه. اوه الفائز هو براثن التيربو المجنون. اوكي طبعا انه سلابس صار كثير قوايا. حاس بي اشي غريب ببراثن التيربو شوي بطل متوازن او لانه درايفر من تحت الرفيع هو لير عملاقة ضخمة. والفائز هو براثن التيربو. هلا رح نحط لير الهازبرو. اوكي بكل صراحة اشي غريب انه لما نحط قطع هازبرو مع بعض شوي اضعف. يعني قبل شوي اوكي لير تكارتومي كان فيها كليكس مع انهم مو متناسقين بس انه لير تكارتومي سلوبسها اقوى فانه اسنانها اقوى فانه هلا راح تكون الخلطه اضعف كمان. تعرفوا انا حاسس انه شوي لاير براثن التيربو نافخه او راح تنقبع البراغي من بعضها زي كانه عم تنفك لانه حاطين درايفر تكارتمي فانه حاسس شوي صار في تباعد وهيك لاير بطلت ماسكه على بعض فخلص راح نقلب درايفر. بس خلص ضايل جوله وحده. اوه اوكي بتندرب تجربه كمان نطلعه مره ثانيه للبراثن هذا. ما راح نلحق اصلا براثن تيربو وقف. هو نزل اضعف شوي. اوكي فشكرا لكم ولمتابعتكم لفيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات على كل الاشعارات. تحطوا لايك على هالفيديو وضيفونا على سناب شات انستغرام تيك توك رابط كلها في صندوق الوصف. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.